أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعايا الحب لا يمكن لنا أن نتخيل العالم بدون جمال الحب. ولما كان الحب مطلبا أساسيا لجمال العبادة وجمال الحياة، كان الحب حاضرا في القرآن الكريم، فجعل الله عز وجل أجمل الخطابات حين قال: يحبهم ويحبونه. ولن يمكن لنا أن نشعر بجمال الحياة إلا إذا شعرنا بجمال الحب في الحياة، وأصبح الحب يكسو جميع مناحي حياتنا. ولبلورة هذا المعنى انطلقت حلقات سفراء الحب للشاب عبد الله سليمان مع شباب متقد بالحيوية، هم بمثابة سفراء للحب الذين سعوا إلى ترجمة الحب إلى واقع ملموس في حياتهم العملية عبر أعمال تطوعية ترتبط بموضوع الحلقة ارتباطا مباشرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أولى حلقات برنامج سفراء الحب نحب أن نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عز وجل علينا باليمن والتوفيق والبركات. أعظم المعاني التي تتجلى في أولى أيام شهر رمضان المبارك هو معنى أن يختارك الله عز وجل من بين كثير من عباده حتى تدرك شهر رمضان المبارك، أن يختارك الله عز وجل من بين كثير من عباده حتى تذوق حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل في رمضان. هو الكرم الذي ليس دونه كرم، هو الجمال الذي ليس دونه جمال. من أنا وأنت حتى يختارنا الله عز وجل ويصطفينا من بين كثير من الناس حتى نقف بين يديه في رمضان؟ متى ما استشعرنا حلاوة الاصطفاء ومتى ما استشعرنا حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل في رمضان، كان لرمضاننا لهذا العام طعم مختلف تماما وطعم متجدد تماما. أنا أدعوكم اليوم حتى تعيشوا رمضان بحب معنا في سفراء الحب. أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعايا. أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا، وعزمنا أن نحسن سعيا. عشاق الجنات العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا، نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعلق. الحب كلمة من حرفين لكن معانيها كبيرة جدا. الحب يوصل العبد إلى جنات النعيم بحبه لله ورسوله والصالحات، والحب قد يدخل الإنسان أسفل سافلين. الحب لولا الحب ما يعيش الإنسان أصلا. علاقة الأم بأطفالها الحب، الابن بوالديه الحب، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته إنما هي علاقة الحب، الإخوان في الله علاقتهم الحب، الأصحاب علاقتهم الحب. الدنيا لا تبنى إلا بالحب، ولا تفسد إذا نزع الحب منها. الحب كلمة عظيمة لها معنى كبير وشريف. الحب هذه في الحقيقة كلمة ساحرة ألهبت مشاعر الملايين،
وأوقدت أفكارهم. الكثيرون عبر التاريخ أحبوا. ربما ينصرف الذهن أحيانا إلى معنى سلبي في كلمة الحب، ويبدو للأسف أنه قد أصبح غالبا، لكنني أعتقد أن الحب مفهومه أكبر بكثير، وهو أشرف بكثير مما يمكن أن ينصرف إليه الذهن. الحب في الحقيقة هو عبارة عن مشاعر، عن أحاسيس، عن صدق يمكن أن يقدمه الإنسان للآخرين بطريقة لا تحملها الكلمات. الحب مثل أن يحب الإنسان ربه، مثل أن يحب الإنسان دينه، مثل أن يحب الإنسان وطنه، مثل أن يحب الإنسان أباه أو يحب أمه، أن يحب زوجته، أن يحب أبنائه. الحب مفهوم كما قلت ساحر، استغرق كثيرا من حياة الفلاسفة والأدباء والشعراء، فدخلوا فيه وأطالوا وأطنبوا، لكنه في النهاية فطر. وإحنا في طور الإعداد لبرنامج سفراء الحب كان في نقاش حاد بين فريق الإعداد إنه ليش الحديث عن الحب وما في موضوع نتكلم فيه عن الحب، وليش ربط البرنامج يعني بالحب. وكانت عندي قناعة متأصلة ومتجذرة إنه الحياة لا يمكن أبدا أنها تحلو بلا حب، ولا يمكن إنه أتخيل إنه الإنسان يعيش حياته بلا حب. ما أستطيع أبدا إنه أتخيل إنه في عبادة تقام لله عز وجل بلا حب. الصلاة نحتاج فيها إلى حب، الصيام نحتاج فيه إلى حب، الزكاة نحتاج فيها إلى حب، حتى العلاقات البسيطة اللي تقام في الحياة نحتاج فيها إلى حب. إذن لماذا الحديث عن الحب؟ الحديث عن الحب سببه هو قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه. علاقة فريدة جدا بين العبد وبين الله عز وجل تنطلق من قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه. حتى على مستوى السنة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان مع معاذ بن جبل، وهذا الحديث المعروف عند الناس. معاذ بن جبل أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ مدرسة خاصة هي مدرسة الحب. قال يا معاذ والله إني أحبك، ثم بدأ يسرد عليه كم كبير من التعاليم وكثير من الوصايا التي يقدمها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، مقرونة بخلطة كده نسميها خلطة خاصة هي خلطة الحب. هي دعوة اليوم من سفراء الحب أن نعيش بحب وأن نستمتع بالعيش في هذه الحياة بحب. دعونا نعيش مع سفراء الحب. الحب في دلالته ووظيفته شيء عجيب. أما الحب في دلالته فكلمة الحب هي من أرق أحرف اللغة العربية، حرف الحاء وحرف الباء، حتى وأنت تنطقه تنطقه بليونة وسهولة. فدلالة الحب بهذا المعنى أنها فيها من العفوية، فيها من البراءة، فيها من اللطافة، ما يعطي الطرف الآخر فيجعلك تحب هذا الإنسان أو هذا الكائن أو هذا الجماد أو هذا النبات حتى. إذن هذه دلالة الحب. أما في وظيفته فكل ما في السماوات والأرض قائم على هذا المعنى منذ أن خلق الوجود. فالإنسان يحب الله تبارك وتعالى، يحبهم ويحبونه، أن تحب الله تبارك وتعالى ويحبك الله سبحانه وتعالى. إلا أن دلالة الحب في وظائفها تكون بأدوار وظيفية، فإن الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كل هذه عبارة عن أدوار للحب. أنت تحب اليتيم فتمسح على رأسه وتعطيه من الطعام، تحب زوجتك فتهتم بشؤونها وتراعي أحوالها وتأخذ اللقمة فتضعها على فيها ثم هي تشرب من المكان الذي أنت شربت منه. هي في الحقيقة أدوار وظيفية للحب وليس مجرد لغة عامة. بعضهم يقول الحب هو الشوق إلى المحبوب، وبعضهم يقول الحب هو تمني لقاء المحبوب. الحقيقة أيها الأخوة أنه ليس للحب تعريف إلا الحب نفسه. فهذه المعاني القلبية لا تعرف بالألفاظ، لا تعرف بالعبارات، وكل ما يذكر في تعريفها هو حديث عن آثارها على الإنسان، حديث عن تبعاتها أو تداعياتها على حياة الإنسان. أما الحب هو ذلك الشعور الذي لا يعرفه إلا من أحب، لا يعرف إلا بأنه الحب. ولذلك تجد كلام الشعراء وكلام الأدباء كله عن آثار هذا الحب على نفس الإنسان. فهم يتحدثون مثلا عن أن المحب الصادق لا يغيب ذكر محبوبه عنه، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. ويقولون إن المحب الصادق كذلك هو الذي لا يستطيع أن ينسى محبوبه حتى لو أراد، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثلوا لي ليلى بكل سبيلي. وقالوا أيضا إن المحب الصادق هو الذي لا يهدأ شوقه إلى محبوبه حتى لو لقيه وكان معه، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويطربهم قلبي وهم بين أضلعي. بل أغرب من هذا كله أنهم قالوا
إن المحب الصادق هو الذي لا يرضى حتى تشاركه جوارحه كلها في حب محبوبه وإلا عاقبه. إذا صار عندنا في قناعة إنه الحياة ما تحلو إلا بالحب، أصبح لدينا قناعة كبيرة جدا إنه يجب الإنسان أن يستحضر الحب في جميع مناحي حياته. إبراهيم الفقي أسأل الله عز وجل إنه يرحمه وينور عليه قبره، كان لي عبارة جدا جميلة، كان يقول: لا يمكن أن نصل إلى مرحلة العطاء إلا إذا وصلنا إلى مرحلة الحب. وكما قال فعلا، اليوم المدير في الشركة لا يستطيع أن يؤدي عمله إلا بحب، والموظف أيضا لا يستطيع أن يؤدي عمله إلا بحب، حتى المعلم لا يستطيع أن يؤدي رسالته إلا بحب، حتى على مستوى العلاقة بينك وبين الله عز وجل لا يمكن أن تستمتع بعلاقتك مع الله عز وجل إلا إذا كان في حب، حتى على مستوى علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، الشوق وشعور الشوق للقاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون شعورا مجردا بدون أن يتحلى بالحب. إذا صار في قناعة إنه حياتنا لا تحلو إلا بالحب، استطعنا أن نصل إلى مفهوم رائع جدا هو مفهوم سفراء الحب. إحنا اليوم في برنامج سفراء الحب نحاول أن نؤصل معاني الحب في كل مناحي الحياة. سنحاول أن نؤصل معاني الحب في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الأبناء، في تعامل الأبناء مع آبائهم، حتى في التعامل مع العمل، حتى في التعامل مع الحيوان، حتى في التعامل مع المال. سنحاول أن نؤصل مبادئ الحب في المجتمع حتى نستطيع أن نغير حياتنا من حياة روتينية إلى حياة مليئة بالحب. انتظرونا في سفراء الحب. أحبكم، لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. هذا عبدالله السليمان يحبكم. أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا، من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعايا. أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا، من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا، وعزمنا أن نحسن سعيا.